تصادم أكثر من سيارة على سريع الدورة، وفي كربلاء المقدسة سيارة تصدم دراجة بسبب خرق قوانين المرور. مع بداية العام الدراسي الجديد، قسم النشاط المدرسي في واسط يقيم ورشة لتعليم الرسم لمختلف الفئات العمرية. صور من مدخل قضاء سوق الشيوخ تعكس نمو حركة الإعمار، وبساتين طويريج تشتهر بأنواع مختلفة من النخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة مباشرة من صوت عراقي على شاشة الفرات الفضائية وعلى المنصات اللي تظهر لكم الآن، والتواصل يكون على الرقم اللي يظهر لكم بالأسفل. بالنسبة لحوادث السير وأسبابها ونتائجها أو تداعياتها، قلق مزمن يأرق جميع العراقيين. الإحصائيات في هذا الشأن مخيفة مرعبة، سنويا تروح العشرات من الضحايا، المئات، فضلا عن أضرارها الأخرى، خسائر مادية، اختناقات، ازدحامات مرورية كبيرة، تنقطع الشوارع بسببها. فاليوم في سريع الدورة ونتيجة لحادثين مروري حصل ازدحام مروري ما تتخيلوا. هذا الموضوع، موضوع الحوادث، سببه احنا ذكرناها مرارا في صوت عراقي. أما السرعة المفرطة أو السير بخلاف القوانين المرورية، أو أن السائق مشغول يسولف، مشغول بتليفونه، إلى آخره من الأسباب الكثيرة، الأخطاء اللي يمكن بعضنا يعتبرها بسيطة نتيجتها عواقبها كارثية. أما في كربلاء المقدسة وبسبب مخالفة قوانين السير وقوانين المرور، حصل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية. صاحب الدراجة ده يمشي بعكس السير، صاحب السير مشتاس سيارة أخرى من الجانب الأيمن، يعني هم اثنين هم بالنتيجة مخالفين، فتسببوا أيضا بكوارث. أما الأزمة في موضوع المناهج الدراسية والكتب المدرسية اللي احنا ناقشناها قبل أيام، هذا الموضوع يؤثر على سير العملية الدراسية والتعليمية. في ذي قار بعض المعلمين مشكورين قاموا بتجديد المناهج والكتب المدرسية بجهود ذاتية وتطوع شخصي منهم. نتابع الصور، إذا عدنا صور دكتور قيصر، اللي تبين قيام مجموعة من المعلمين بتجديد الكتب المدرسية، وكما ذكرت على نفقتهم الخاصة بسبب الأزمة اللي تواجهها مدارسنا بقلة الكتب المنهجية أو عدم طباعتها من أصلها. أما في واسط ومع بداية العام الدراسي الجديد، بعد توقف دام عدة سنوات بسبب جائحة كورونا مع انتظام الدوام في العام الحالي واللي بدأ قبل فترة قليلة، بدأت بعض النشاطات المدرسية المهمة. في واسط أقام قسم النشاط المدرسي ورشة لتعليم الرسم. الزميل فالح القريشي أعد رسالة لبرنامج صوت عراقي. السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب من هنا من محافظة واسط، حيث يقيم قسم النشاط المدرسي في مديرية تربية واسط ورشة فنية لتعليم فن الرسم للفئات العمرية المختلفة. سنأخذكم في جولة في أروقة هذه الورشة، فابقوا معنا.
الدوره الثانيه بالرسم. هذه الدورات مال الرسم ساعدت على اكتشاف العديد من المواهب الشبابيه والطاقات الشبابيه بمحافظه واسط، ساعدتنا على تطوير مهاراتنا وصقل مهاراتنا اكثر بالرسم، وفادتني اكثر وخلتني انه اتطور اكثر بالرسم. الورشه تقام لمده شهر بواقع 3 أيام في الاسبوع ان شاء الله، وتتضمن دراسه التخطيط من حيث النسب والتضليل وطرق التضليل والتكنيك والظل والضوء والخطوط، يعني دراسه المراحل الاولى والمراحل الاخرى. بالعقيلة زينب شفت منشور بحساب النشاط المدرسي انه اكو دورة او ورشة عندهم موهبة بالرسم وحابين يطوروها، فاني اجيت وسجلت والحمد لله شفت يعني تطور كلش حلو بالرسم مالي. هذه السنة الثانية انا اشترك فيها، السنة الأولى لاحظنا تطور واضح من حيث رسم ستيل لايف وأساسيات الرسم الأكاديمي. بهاي السنة الثانية اشتركت ولاحظت تطور فرق كلش كبير، بحيث انه انا طالبة حتكون جميلة. من خلال السنة السابقة اللي اشتركت فيها بالدورة تقدمت هواية على زملائي بالرسم، حتى السنة الأولى كانت ستيل لايف ومواد الرسم بشكل عام، بس هذه السنة رغم الموديل حتى إذا كان الموديل يتحرك وكذا ما أواجه أي صعوبات. اتصال عندنا من الاخ علاء مناشد عبر صوت عراقي. السلام عليكم. حسين لو علاء. حسين. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا. انا حسين من جامعه المستنصريه. اهلا ومرحبا حسين. اهلا ومرحبا بك. انا توقعت الان عندنا اتصال من دياله، يعني حضرتك من دياله؟ انا حسين من بغداد. انت من بغداد حسين. أيه. زين حسين، انا اريد اعرف شنو قضيتكم وشنو موضوعكم؟ انا اعرف انتوا عقود. احنا موظفين عقود 315. زين. تم تحويلنا سنه 2020. صدر بينا كتاب الطيف من قبل وزاره الماليه. نعم. باستثنائنا من التحويل وهي قالت انه احنا غير مشمولين بالتثبيت. اللي هي منو؟ اللي عندهم خدمه سنتين. زين. احنا اغلبنا كنا اجور قبل 2019. كل موظف عندنا عنده خدمه سنوات 9 و10 و11 و12 من 2010 و2009. زين. حولنا بكتاب من مجلس وزراء وعندنا سند قانون ونص 456 مذكره مجلس وزراء اللي عممها على وزاره الماليه وعممتها على جميع الوزارات. زين. الوزاره عممتها على جميع الجامعات. واشتغلنا الكتب الرسميه وصدر لنا السيد رئيس الجامعه كتاب لوزاره التعليم العالي وحولونا على الماليه ووافق لنا السيد الوزير وموجوده المذكره ووصل الكتاب الصيف تقول احنا ما مشمولين. فما اعرف القضيه وين صفت انه احنا ما مشمولين، ما نعرف السبب. سند قانوني عندنا. عندكم سند قانوني؟ اي اجراء اداري صحيح، اجراء قانوني صحيح. استمارة تشغيل وعقد بين طرف اول وطرف ثاني موجود عندنا. زين. علما ان هي صرفت لنا الفرق بين 21 وسنه 20 باثر رجعي. زين. وكنا استلمنا يعني فرق الراتب، هم يسمونه فرق الراتب. يعني خلال هاي الفتره انتم ايش قد تقريبا صار لكم خدمه؟ صار لنا خدمه اكثر، يعني خدمه سنتين عقد واجر يومي 9 سنوات و10 سنوات. هوايه. يعني تقريبا كل واحد بيكم عنده فد 12 او 10 سنين خلينا نقول.
اكو 14 واكو 12 سنه و13 سنه. بالنهايه يعني هذا القرار اللي اجى نسف كل هاي السنين؟ مو نسف كل هاي السنين، 3 سنه قانوني انه احنا موجودين في وزاره في دائره معينه، احنا عندنا سند قانوني، السيد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هو وقعنا على مذكره انه تحويلنا 315 ووقعنا واستلمنا رواتب. زين جيد. وعندنا ماستر كارت ورقم وظيفي. كل شيء جاهز عندنا كان، بقينا بس على التسديد. وانتوا هسه مشكلتكم شنو؟ يعني صارت بها مستجدات كثيره. اي وصل كتاب لوزاره الماليه الصيف عمم الجدول مليناه كملناه وافقنا السيد الوزير وحوله للماليه. ومن ضمنها احنا شملونا بالقانون الامن الغذائي. نعم. تخصيص ما عندنا شملونا بالقانون الامن الغذائي وكتاب رسمي موجود، كتب رسميه موجوده كلها، يعني لا تريدين ادز لك اياها صور. واضح. مو مشكله. نعم. بس الطيف جاوبت على الجداول اللي هي عممتها على الجامعات وعلى الوزارات انه هاي الفئه ما مشموله كوزارتنا. بعض دوائر وزاره الكهرباء، بعض دوائر وزاره النفط، بعض كلهم حولوا ب 2020 حسب مذكره رئيس الوزراء. وبجلسه رسميه وتتذكرين مظاهراتنا بدايه سنه 2022 تظاهرنا واستلمنا مستحقاتنا الماليه بس الرجعي. يعني امور رسميه يعني انتم رواتبكم طوال هاي الفتره شفتوا تاخذون جسمه تاخذون فلوس راتب؟ بس احنا نستلم قسم من وزاره الماليه وقسم من الدائره اللي نداوم فيها. لان موازنه ماكو فهي قالت انا اطلب لكم بس الفرق. سكنتنا بجدول اللي هو الجدول هذا انه اللي عنده خدمه فوق الخمس سنوات يثبت، سكنتنا به كل موظف وحسب السنوات. انتوا وياكم مجموعه ثبتت صح؟ مجموعات ثبتت مو يعني مثلا جامعات البقيه ما رجعت كتبها فقط ال 2020 رجعت كتابها 2020 هم عبروا هم تتعلق بهذا اللي هو بعد 12 وقبل 12 وهي التفاصيل؟ اي هي طلبت تقول انتم ما عندكم سند قانوني، احنا عندنا سند قانوني صريح وواضح. والسيد نجيب مسؤول القانونيه براس الوزراء والسيد حميد الغزي نعم اثنيناتهم دزوا كتابين في الصيف انه هم عندهم سند قانوني ومتحولين حسب مذكره 456 معروفه يعني موجوده بالتواصل الاجتماعي وبكل العقود كافه الوزارات. طيب ما اعرف حسين اذا تحبون تفضلوا يعني ناشد نشوف شنو. والله ست احنا ناشد الصيف تعرفين هي وكيله وزير الماليه وهي مسؤوله دائره الموازنه يعني هي الامر كله يمها لان احنا كنا متاملين خير حصلنا موافقه وزير ورئيس وزراء وشملنا طلعنا مظاهرات فوق الشهرين ويعني صارت عندنا ظروف وحصلنا نتيجه وحصلنا موافقات نعم. فقط هي الصيف انه تشملنا بالتخصيص المالي لان تعرفين الموازنه ماكو فالتخصيص المالي هي اللي تحدده نعم كموافقه اداريه مو طبيعيه ماشيه بس كماليه احنا متوقفين بسبب الصيف اللي هي قالت انه انتم ما مشمولين لان ما عندكم سند قانون. زين مع العلم احنا فئتنا خاصه وزاره التعليم العالي فئه بسيطه يعني مو بقيه الوزارات ما شاء الله العقود هواي يعني الاف هواي عاداتهم صحيح قليلين انتوا شقد تقريبا عددكم؟ ما شملتنا بالتسديد زين اللي قلت لي بس 2020 الو اسمعك انا حسين تستبرق اتمنى انه هي تسمعنا وتشوف الكتب على حقيقتها لا احنا هذا الموضوع مطروح يعني وننتظر رد بشانه على الجهات المسؤوله ان توضح لانه شريحه كبيره جدا تنتظر قرار تنتظر جواب صحيح هي عممت كتاب 11/10 يعني ما صار له يوم الاربعاء اللي هو انظلمنا به قالت انه احنا ما مشمولين رجعنا وقفنا وزاره الماليه ظاهرنا يوم الخميس ورجعنا ظاهرنا وزارتنا التعليم العالي نعم سيده عبد الغني
تسوى لنا كتاب إلها إنه إحنا مشمولين بالسند القانوني ومشمولين بالتثبيت اللي عنده خدمة أكثر من سنتين. نعم. لحد الآن الإجابة ما إجت، يعني وهي تعرف إنه يعني إحنا موجودين عندها وعندنا أرقام وظيفية وماستر كارد. واضح. وبالتقاطع الوظيفي وبالرقابة والتدقيق، هيئة الرقابة دققت أسامينا والأمور مشت صحيحة من الشهر السادس لحد يوم 11/10 اللي صدر فينا كتاب إنه إحنا ما مشمولين، يعني أربعة أشهر إحنا ننتظر وبيوم وليلة إنه قالت إحنا ما مشمولين. زين. فما أعرف الخلل، يعني يوم هم يعني إحنا كوزارة ما أدري فيها خلل، يعني ما عدا خلل لأن دزت كل المعلومات. طيب حسين، احنا رح نبقى ويا هذا الموضوع وان شاء الله رح نستضيفكم ايضا على امل انه يحل هذا الموضوع من قبل الوزارة المعنية او المذكورة في المناشدة. تحياتي لك يا حسين، اشكرك. عندنا الاخ صالح من النجف الاشرف، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ومرحبا، تفضل. انا عندي مسجل على شقق من امارات النور. ما سمعت. مرات بحر النجف مسجل عليها صار لي سنة. شنو هو؟ لا تشغف مسجل. أنا بس الصوت ما واضح عندي هالقد، يعني اللي يسمع خلي يقول لي شنو الموضوع عفوا إذا ممكن تعيد. مسجل على شقق مالات النور بحر النجف. شقق. إيه شقق. زين. إيه. ووافق للمحافظ ماجد الوالي وطلعت لقناة الفرات. وصورتني الحاجة تعبانة. وكمل لي موافقة المحافظ ماجد الوايلي. زين. برمضان هذا الطار. وودوها لأمن الوطني وكمل لي المعاملة أمن الوطني ورجعها علي المعاملة وكملتها من يم المختار. كملت قال له أريد عنوان وكذا ورجعتها اليوم. هسه هي ظلت يم المحافظ والبلدية. يعني انت ماشي اجراءاتك على الشقه؟ ها؟ ماشي الاجراءات، المفروض بس تجي وتاخذها. بس اجي واخذها، بس المحافظ لسه ما باشر بالتوزيع، هاي صار لنا من رمضان لسه. يعني اكيد هي اكو فد اجراءات معينه الاخ صالح، لكن يعني احنا بنفس الوقت نطرح هذه المناشده على محافظ السيد محافظ النجف الاشرف، واكيد ان شاء الله يعني كل الخير. محافظ سوى الموافقه، كمل الموافقه، وامن الوطني كمل اياها، وودوها ليش اسمها بلديه مالت النجف. بلديه النجف هي ظلت يم المحافظ وبلديه النجف، امس مشيت له وقالوا مو يمنا، يم امر المحافظ، يمتى ما باشر بالتوزيع المحافظ احنا يمنا يصير الحكي. زين. أني أشكرك، الأخ صالح، والموضوع هذا مناشدة على سيد محافظ النجف الأشرف. بالمناسبة أكو مشاكل كثيرة ترد للبرنامج بخصوص مجمع بسماية السكني والتلكؤ اللي دا يصير من قبل الشركات المنفذة والشركات القائمة على الخدمات داخل المجمع. وصلت إلى مرحلة شركة أيضا، يعني كلنا نعرف قضية الشركة الكورية هنوا اللي انسحبت وتركت المجمع السكني اللي لو تم راح يحل مشكلة سكن كلش كبيرة في العاصمة بغداد. على العموم وصلت إلى حد الآن الأهالي يقطعون الشوارع ومقتربات مدينة بسماية ويطالبون يعني مطالب جدا كثيرة لديهم، يمكن احنا استعرضناها في صوت عراقي، لكن اليوم أيضا راح ناخذ اتصال من سيف الدلفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم الأخ سيف. أهلا. أنتم من مجمع بسماية سكني؟ نعم بلي. نعم، شنو الموضوع؟ إيش يصير وياكم؟ ستي يوم السبت قبل أول أمس. نعم. خرجنا مظاهرات. وهاي المظاهرات السنة الرابعة خلال هاي الفترة. نعم. من نبدا يعني العقد شريعه المتعاقدين. نعم صحيح. سكان اهالي بسمايه تعاقدوا مع الهيئه. نعم. الوطنيه للاستثمار على ضوء انه مدينه بسمايه وليس مجمعات.
نعم نعرف احنا هذه القضية متابعين. نعم. ولعله بس ما صارت حتى بالنسبة لنا يعني فد وجهة مفضلة اغلب عند الاغلب. نعم. اغلب العوائل. نعم. المدينة لحد الان 30% هي من الانجاز، نسبة الانجاز. من الانجاز. اي. الانجاز 30%. توجهنا بمطالب حقة متمثلة بالحفاظ على ديمومة المدينة، والمدينة ذلك بسبب تدهور العلاقة اللي صارت بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة صنعاء. نعم. المنفذة للمشروع، ولكن احنا نعتقد وجازمين بانها مفتعلة ومقصودة. مفتعلة؟ الغرض منها مفتعلة ومقصودة. زين ليش؟ الغرض منها ابتعاد الشركة والابتيان بشركات غير لصينة وسيئة وغير كفوءة. وإيكال المهام لهذه الشركات تقصد؟ لهذه الشركات، شركات مصرية وشركات إماراتية وما شابه ذلك، على بالحصول على مكاسب شخصية. ونعتقد أيضا أنه في جهات سياسية تعمل لإيقاف هذا المشروع. زين. وهذا الصرح الكبير لإرضاء رجال أعمال. يعني بسماية أثرت على باقي المجمعات في على مستوى العراق يعني. زين. في الإقليم داخل بغداد. زين. أثرت هذا الشيء بسماية. والمتضرر الوحيد هو الساكن طبعا. ساكن بسماية. نعم أكيد صحيح. زين قولي هسه الخدمات داخل المجمع أو المدينة شنو يعني؟ أنا أسمع أنه وصلت إلى درجة بدأت تطفى الكهرباء، وإحنا نعرف هالشقق صغيرة يعني إذا تطفى الكهرباء فالوضع جدا مأساوي. حتى الكهرباء أنا عبالي أسلسل لك بالمطالب، بس ما دام دفعتي بالخدمات أول شيء اللي لازم شركة لازم بتماية شركة خدمات وصيانة في معراقنا. هاي الشركة يعني متلكة. نعم. وللأسف فاشلة وما عندها أبسط مقومات العمل. يعني هذا حق الرد للشركة نتمنى احنا. لا هاي أساساً جاي أسترسل لي هذا بالدليل تقارير المهندس المقيم والكادر الفني. يعني احنا ما جاي نتجنى على الشركة. واضح 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 أنا أفهمك. إيه. كان هناك لقاء قبل حوالي أكثر من سنة ونص مع رئيسة الهيئة. نعم. بخصوص انهاء عقد شركة الخدمات والصيانة عراقنا. طيب. ايه. هذا سوف هذا المطلب، هي صرحت بالقناة الرسمية وهذا المطلب سوف. اليوم انا اتكلم وياك اليوم كان نشروا موقع الهيئة مكتب المتابعة انه سوف يتم اطفاء التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا الى الساعة 1 ظهرا. بسبب وجود اعمال صيانه. طيب. اوكي هسه انا ما عندي مشكله. طفت الساعه 11 ولحد الساعه 5 والكهرباء لم تاتي. والطامه الكبرى شنو؟ المصاعد بها يوبي اثار. زين ممكن تنقل باحد يعني وهذا الشخص يبقى هو هسه مسترسلش بالكلام. فيوبي اثار كلها البطاريات ثالثه. وهذا من ضمن احدى فقرات العقد مال شركه خدمات علاقنا. زين. ما مبدله. باقي على القديم وثالثه وما تعمل. من طفت الكهرباء اطفال جايين من المدرسه بقوا مسجونين بالمصاعد، لا اناره ولا هواء تبريد داخل المصعد. لا حول الله. والطفل اكو اطفال يعني هسه احد الاخوه اتصل بي قال ابني بمرض ثلاسيميا يعني هذا لازم عنايه خاصه. صف ثاني ابتدائي. زين انا يا سيد اعرف مطالبكم شنو حتى لا ياخذنا الوقت، لان انا بعد ما عندي اقل. نعم. من دقيقه. المطلب الاول والمهم سيد هو رجاع وعوده شركه تنوع الاكمال المدينه. نعم. هاي المطلب الاول. المطلب الثاني اقاله رئيسه هيئه الاستثمار. نعم. لانها غير كفؤة بإدارة هذه المهمة في العراق، يعني للأسف يعني هاي على مدار 3 سنوات ما تمتنا أي شيء يعني وعود بدون تنفيذ للأسف، وأكثر من لقاء قعدنا له بدون تنفيذ يعني ولا مطلب واحد يعني. زين. المطلب الثالث إنهاء شركة الخدمات عراقنا اللي هي سبب رئيسي في اندثار
ويعني اندثار المدينه بشكل عام يعني. طيب. واندثار البنى التحتيه طيب. مال المدينه. طيب. نعم. طيب. المطلب الرابع. نعم. يوجد مكتب متابعه تابع لهيئه الاستثمار في المدينه. هذا المكتب من واجباته يراقب المخالفات، يراقب عمل الشركه، هذا المكتب جدا ضعيف يعني وجدا ذكي، للاسف ما ماخذ دوره الحقيقي، نطالب بتغيير موظفين هذا المكتب. زين الاخ سيف، يعني احنا بصراحه راح نبقى ويا هذا الموضوع وان شاء الله راح يعني نسوي فد زياره صوت عراقي لمدينه بسماي حتى نطلع على الواقع بشكل يعني عن قرب، وان شاء الله ننقل مطالبكم بشكل اكثر وتكون عندنا رساله خاصه ان شاء الله. انا اشكرك. احنا بس لانه الوقت المطالب هي نعم المطالب هي عديده يعني، والمطالب يمكن حضرتكم كلكم اطلعتوا عليها وغطيتوا المظاهره نعم. وشفتوها نعم اي وهاي المظاهرات والمطالب اذا ما يتم تنفيذها فلدينا طرق اكثر للضغط على الحكومه. طيب انا اشكرك الاخ سيف. الاخ سيف شكرا. في واسط وتحديدا بالعزيزية في مستشفى القضاء قدرت الكوادر الصحية والطبية أن تنقذ حياة مريض كانت حالته صعبة جدا. طلع على حجي طارق. يعني شنو انتهى وقت البرنامج دكتور قيصر؟ زين ناخذ في سوق الشيوخ وصلتنا صور من احد المواطنين تبين جماليه مدخل القضاء، مثل هكذا حالات تبعث على الامل وتبين انه اكو شغل ايجابي، اكو امور ايجابيه بتصير ممكن تتقدم ونتقدم في مجالات مختلفه، صور امامكم نتمنى المزيد من القائمين على الجانب الخدمي في عموم العراق. في كربلاء المقدسة من طويريج المنطقة الزراعية نتابع فيديو يوضح بساتين النخيل وأنواع النخيل المختلفة. شكرا لمتابعتكم، تحياتي في التقديم استبرق الربيعي، شكرا لقيصر سالم مخرج حلقتنا لهذا اليوم، محمد الحسن في الإعداد، علي سعد الغزي واستوديو البث المباشر، وأطلب لكم بأطيب التحية. السلام عليكم ورحمة الله.